ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ الدرس بتاعنا ان شاء الله النهاردة بيتكلم على توزيع السكان على خريطة مصر. طبعا احنا درسنا في الدروس اللي فاتت قبل كده اشكال السطح لمصر، وعرفنا ان اشكال السطح عندنا في مصر بتختلف من مكان للتاني، مش كلها شكل واحد، مش كلها اماكن مستوية، مش كلها جبال، ولا كلها مناطق منخفضة او منخفضات. برضو نفس الفكرة عندي في توزيع السكان. انا توزيع السكان في مصر ما هوش متساوي على انحاء الجمهورية بشكل واحد، لا، في اماكن بيبقى فيها تكدس سكاني او فيها زيادة سكانية زي الوادي والدلتا كده، وفي اماكن تانية بيبقى فيها عدد سكان متوسط زي مثلا الساحل الشمالي، وفي مناطق بتبقى فيها عدد السكان قليل شوية، ومناطق عدد السكان فيها نادر او ندرة السكان. يبقى انا توزيع السكان عندي بيختلف من مكان للتاني. معايا كده؟ انا عندي هنا الشكل دوت بيوضح لي توزيع السكان في مصر او تقسيمة توزيع السكان في مصر بتبقى عبارة عن ايه. اول حاجة عندي مناطق مزدحمة السكان، السكان فيها متكدسين بكثافة كبيرة جدا زي الوادي والدلتا، الدلتا ووادي النيل، ومناطق متوسطة السكان، ودي بتكون على السهول الساحلية لساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر، وهنعرف ليه أسباب اختلاف توزيع السكان ووجود السكان من مكان للتاني. ومناطق قليلة السكان، ودي في شبه جزيرة سيناء والواحات اللي في الصحراء الغربية. وعندي مناطق نادرة السكان ما فيهاش سكان كتير، فيها عدد سكان قليل جدا، ودول بلاقيهم في المناطق الصحراوية والجبلية. يبقى أنا عندي تقسيمة أو توزيع السكان عندي في مصر مناطق مزدحمة الوادي والدلتا، ومناطق متوسطة السكان وده السهل الساحلي للبحر الأحمر والبحر المتوسط، ومناطق قليلة السكان ودي شبه جزيرة سيناء والواحات في الصحراء الغربية. وعندي كمان مناطق نادرة السكان ودي المناطق الجبلية والصحراوية. نيجي بقى لأول مكان عندي اللي هي المناطق المزدحمة السكان. لو بصيت كده معايا بالعدسة هنا هلاقي ان منطقة الدلتا النيل ووادي النيل فيها تكدس سكاني، فيها عدد سكان كبير جدا. يبقى انا عندي المناطق مزدحمة السكان الوادي والدلتا. طب ليه في عندي تكدس سكاني؟ ايه هي اسباب ازدحام السكان او ازدحام الوادي والدلتا بالسكان؟ اول حاجة انا لو بصيت كده عندي هلاقي ان منطقة الوادي والدلتا منطقة زراعية، وعندي نهر النيل، وعندي فرعين دمياط ورشيد. يبقى اول حاجة معايا في تكدس سكاني ليه في الوادي والدلتا؟ بسبب وفرة المياه والتربة الصالحة للزراعة. سبب وفرة المياه والتربة الصالحة للزراعة ده أدى إن السكان بيقدروا يعيشوا في المنطقة دي ويلاقوا احتياجاتهم من المحاصيل الزراعية والمياه اللي محتاجينها للزراعة وللأغراض اليومية بتاعتهم. وإيه كمان؟ بسبب سهولة المواصلات واستواء السطح. أنا عندي الوادي والدلتا منطقة السطح مستوي، ما هوش صعب، ما هوش منطقة جبلية، يعني هيقدر الناس تعيش وتتنقل بسهولة في المناطق دي. يبقى أسباب ازدحام الوادي والدلتا او تكدس السكان في الوادي والدلتا بسبب وفرة المياه والتربة الصالحة للزراعة وسهولة المواصلات واستواء السطح. ادي كده اول منطقة من مناطق توزيع السكان عندي، ودي المناطق اللي هي مزدحمة بالسكان. عندي كمان محافظة القاهرة تعتبر اعلى محافظات مصر ازدحاما بالسكان، يعني عدد السكان فيها اعلى. طب ليه كده؟ ايه السبب ان محافظة القاهرة اكتر محافظة مزدحمة في محافظات مصر؟ عشان هي العاصمة، ادي اول حاجة. تاني حاجة عشان فيها بقى الهيئات الحكومية والمؤسسات والبنوك، كل الخدمات اللي السكان محتاجينها. يبقى تعتبر محافظة القاهرة اعلى محافظات مصر ازدحاما بالسكان. نيجي لتاني منطقة عندي من مناطق توزيع السكان، المناطق متوسطة السكان. لو بصينا كده على الخريطة
هلاقي المناطق متوسطة السكان اهي، ساحل البحر المتوسط، افتح الخريطة اهو معايا، ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الاحمر برضو في اماكن متوسطة السكان، يعني في عدد سكان مش كبير قوي، عددهم وسط، لا هم كتير ولا هم قليلين. طب ايه السبب ان انا عندي في مناطق ساحل البحر الاحمر والبحر المتوسط عدد سكان متوسط؟ تفتكروا كده معايا سنه رابعه ليه؟ انا بقول ساحل البحر، اول حاجه ساحل البحر المتوسط، لو نفتكر احنا قلنا ان بتسقط الامطار الشتويه على السواحل الشماليه. طيب سقوط الامطار ده مش هيخلي الزراعه تقوم، مش هيبقى فيه حرفه الزراعه، يبقى دي اول سبب بسبب لوجود السكان باعداد متوسطه على ساحل البحر المتوسط، قيام الزراعه على مياه الامطار الشتويه. ده فين؟ في البحر المتوسط، على ساحل البحر المتوسط. وايه كمان؟ طبعا ده ساحل البحر، يعني الناس بتعمل في الصيد والقرى السياحيه والموانئ، يبقى بما تفسر وجود السكان باعداد متوسطه على ساحل البحر المتوسط بسبب قيام الزراعة على مياه الأمطار الشتوية، هذه أول حاجة. تاني حاجة العمل بالصيد والقرى السياحية والمواني. وعندي كمان ساحل البحر الأحمر في أعداد سكان بنسبة متوسطة. طب إيه السبب برضو في ساحل البحر الأحمر؟ هنلاقي عندنا أول حاجة في استخراج البترول والمعادن من على ساحل البحر الأحمر، والعمل في القرى السياحية والمواني. يبقى بما تفسر او دلل او وضح سبب وجود السكان باعداد متوسطه على ساحل البحر الاحمر لاستخراج البترول، بيستخرجوا البترول من ساحل البحر، من البحر، والمعادن زي الذهب مثلا على سواحل البحر الاحمر في جبال البحر الاحمر، والعمل بالقرى السياحيه والموانئ. يبقى انا عندي مناطق مزدحمه السكان اللي هي الوادي والدلتا، وعندي مناطق متوسطة السكان اللي هي ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، وعرفنا أسباب وجود السكان في المناطق دي. نيجي بقى للمناطق قليلة السكان، فيها عدد سكان قليل. من الصورة كده معايا سنة رابعة، لو بصينا كده هلاقي ان دي منطقة صحراوية، رملة ما فيهاش حاجة، يعني ما فيهاش زرع، ما فيهاش مية، منطقة صحراوية. طيب ايه اسباب او ايه هي المناطق قليلة السكان دي؟ عندي اول حاجة الصحراء الغربية، يبقى اول منطقة من المناطق قليلة السكان الصحراء الغربية. معايا كده على الخريطة ايه الصحراء الغربية؟ سكان الواحات اللي في الصحراء الغربية بيقوموا بنشاط الرعي والزراعة على المية الجوفية. احنا قلنا المية الجوفية ديت مية بتبقى موجودة ومتخزنة في باطن الارض، لما بتسقط الامطار في الصحاري الرملة بتسمح ان المية تعدي منها، وبيبقى فيه مية جوفية او مية في باطن الارض، بقول عليها المية الجوفية. يبقى اول المناطق قليلة السكان عندي في مصر الصحراء الغربية، السكان اللي عايشين في الواحات في المناطق ديت بيقوموا بنشاط الرعي والزراعة على المياه الجوفية. دي حرفة الرعي، بيربوا الأغنام والماعز والحيوانات اللي هي الصغيرة دي، والزراعة بتقوم على المياه الجوفية. يبقى لما اجي اقول لحضرتك بما تفسر قيام الزراعة في الصحراء الغربية او قيام الزراعة في واحد سيوة مثلا، يبقى بسبب ايه الزراعة قامت في اي مكان في الواحات او في الصحراء؟ بسبب وجود المياه الجوفية. طيب أكمل العبارة التالية، يعمل سكان الواحات بحرفة نقط ونقط الرعي والزراعة على المياه الجوفية. يبقى دي أول منطقة من المناطق متوسطة السكان الصحراء الغربية. وعندي إيه كمان؟ شبه جزيرة سيناء، عندي كمان شبه جزيرة سيناء. طب شبه جزيرة سيناء السكان موجودين هناك ليه؟ بيعتمدوا على إيه في حياتهم؟ اول حاجة بتقوم الزراعة على مياه الامطار الشتوية، احنا قلنا ان السواحل الشمالية بيسقط عليها امطار شتوية، ووجود المناطق السياحية والاثرية في شبه جزيرة سيناء.
بما تفسر وجود أعداد قليلة من السكان في شبه جزيرة سيناء لقيام الزراعة على مياه الأمطار الشتوية ووجود المناطق السياحية والأثرية. طيب أكمل العبارة التالية: تقوم الزراعة في شبه جزيرة سيناء على مياه نقط مياه الأمطار الشتوية. يبقى عندي المناطق قليلة السكان الصحراء الغربية، ودي لأن السكان بيقوموا بالرعي والزراعة على المياه الجوفية، وشبه جزيرة سيناء اللي بسبب قيام الزراعة على مياه الأمطار الشتوية ووجود مناطق السياحية والأثرية. نيجي بقى للمناطق خالية أو شبه خالية من السكان، أو بقول عليها المناطق ندرة السكان. لو بصينا هنا كده على الخريطة يا سنة رابعة معايا، هلاقي المناطق الندرة السكان دي اللي هي متلونة باللون الأصفر، طبعا دي مساحة كبيرة جدا من مصر. أنا معظم السكان عندي بيتركزوا في الوادي والدلتا. يبقى مناطق ندرة السكان كده تفتكروا من على الخريطة هلاقيها فين؟ في الصحاري. طيب ليه المناطق نادرة السكان اللي هي المناطق الصحراوية والجبلية ليه ما فيهاش سكان كتير؟ أنا دلوقتي بقول صحراء، صحراء تفتكروا هلاقي فيها مية؟ هلاقي فيها أرض أزرع فيها وأكل وأشرب منها براحتي؟ لا. طيب مناطق صحراوية وجبلية، بقول جبل، جبل يعني صعب إن أنا أتنقل عليه. يبقى دي أول سبب بوضح أسباب ندرة السكان في المناطق الصحراوية والجبلية، بسبب وعورة السطح. صعوبة السطح يعني أنا مش بعرف أتحرك بسهولة هناك، ما أقدرش أسوق بسهولة، ما أقدرش أطلع وأنزل وأتحرك بسهولة بسبب وعورة السطح، وصعوبة الانتقال في الصحاري أو بالصحاري، وقلة موارد المياه العذبة، بما تفسر ندرة السكان في المناطق الصحراوية بسبب وعورة السطح وصعوبة الانتقال بالصحاري وقلة موارد المياه العذبة. ده كده الدرس بتاعنا النهاردة. بس حابة في آخر الدرس أوضح لكم حاجة، إن أنا عندي الحكومة بتحاول إن هي تعيد توزيع السكان على أنحاء الجمهورية أو على خريطة مصر، فابتدى يبقى في مشاريع جديدة في المناطق اللي ما فيهاش سكان كتير، وبيبقى في إنشاءات جديدة أو مناطق سكنية جديدة ومشاريع جديدة عشان خاطر تشجع الناس للسفر والعمل في المناطق دي وتقلل الازدحام في الوادي والدلتا. احنا كده سنة رابعة خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة، نبدأ نحل تدريبات الكتاب. عندي تدريبات كتاب المدرسة على الدرس صفحة 17. أول سؤال عندي بيقول لي أكمل العبارات التالية: بيندر وجود السكان في مصر في المناطق نقط ونقط يا سنة رابعة. المناطق ايه؟ الصحراوية والجبلية. برافو. ترتفع الكثافة السكانية في مصر في نقط ونقط. انا عندي تركز او كثافة سكانية في مصر فين؟ في الوادي والدلتا. طيب توجد أعداد قليلة من السكان، قليلة مش نادرة، في الواحات المنتشرة بالصحراء الغربية. بيقول لي على خريطة مصر وزع أكثر الجهات ازدحاما بالسكان، ووضح الأسباب اللي أدت للازدحام ده. أنا عايز أكثر الأماكن المزدحمة، وقول لي ليه في أو الازدحام ده أو إيه سبب الازدحام ده. إحنا قلنا ترتفع الكثافة أو بيزيد أو عدد السكان أو توجد الازدحام السكاني فيه يا سنة رابعة، قلنا فين؟ برافو، في الوادي وادي النيل والدلتا. طيب أنا ليه عندي تركز سكان في الوادي والدلتا؟ إحنا قلنا بنعمل فيهم إيه؟ وفرة المياه والتربة الصالحة للزراعة.
يبقى اكثر المناطق ازدحاما الوادي والدلتا. ليه؟ بسبب توافر المياه والتربة الصالحة للزراعة. بما تفسر زيادة أعداد السكان في الوادي والدلتا؟ لسه قايلينها، لوفرة المياه والتربة الصالحة للزراعة. طيب بما تفسر وجود السكان في الواحات رغم وقوعها في الصحراء الغربية؟ ايه ده، انا عندي الواحات في الصحراء يعني مناطق ما فيهاش مية ولا حاجة، طب ليه الواحات فيها سكان؟ بسبب احنا قلنا في الواحات بيزرعوا على ايه؟ بسبب قيام الزراعة على المياه الجوفية. جذب شبه جزيرة سيناء لبعض اعداد من السكان، ليه سيناء فيها سكان؟ برافو، بسبب وجود المناطق الأثرية والعمل بالتعدين والسياحة. وجود أعداد متوسطة من السكان على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، ليه؟ بيعملوا بإيه السكان على سواحل البحر؟ للعمل بالقرى السياحية والموانئ والصيد. ضع علامة صح أو خطأ. تقوم حرفة الزراعة على ساحل البحر المتوسط على المياه الجوفية؟ لا غلط طبعا، لأن هي بتقوم على المياه الأمطار الشتوية. طيب يندر السكان في الصحاري المصرية لصعوبة الانتقال بها؟ أيوة صح، بسبب بعورة السطح. يتركز السكان في وادي النيل ودلتا؟ انا عندي تركز سكاني في وادي النيل والدلتا، صح ولا غلط؟ برافو صح. تعد منطقة الدلتا من المناطق مزدحمة السكان؟ ايوه انا قلت الوادي والدلتا من المناطق المزدحمة السكان. برافو. اخر سؤال بيقول لي ايه رايك في جهود الدوله لتشجيع الهجره والعمل في شبه جزيره سيناء؟ احنا قلنا ان الدوله ابتدت تعمل مشاريع عشان تعيد توزيع السكان على خريطه مصر، فطبعا ده بيؤدي الى ايه؟ اعاده توزيع السكان في مصر، وبيقلل الازدحام والتكدس السكاني في الوادي والدلتا. احنا كده يا سنه رابعه خلصنا الدرس بتاعنا النهارده واجابه التدريبات الخاصه بيه. ان شاء الله يكون الدرس سهل عليكم، ونتقابل في درس جديد في السيشن اللي جايه.